فيش مية يعني في المدرسة، عشان هيك بيجي نعب مية بتيجي نص ساعة وبتقطع كل يوم، فيش مية حلوة، المية في المدرسة بتنشربش مالها، ملهاش طعم، واش نساوي؟ بننقل من مسافة كيلو عبال ما ناخذ المية في اليوم. والناس يعني بتعاني من أزمة المية والمية المالحة كمان، بدل ما يعبوا بصيروا يعبوا فوق بالقلان مش بالمواتير والحاجات هذه، يعني معاناة للمية ولكل حاجة، للصابون ولكل حاجة، دور دور دور، يعني الناس نص ساعة بنضلنا رايحين جايين، وين لما تيجينا الدور، وأحيانا بنروح من غير ما نروح من غير ما هذا منعب مية. حطي جيب.